السلام عليكم، معكم القناة ديال الأجونس عربي في مدينة الناظور. اليوم جبنا لكم العرض ديال واحد الدوبليكس اللي كيتباع في نفس المشروع اللي كنا قلنا في حي المطار في الناظور الجديد. هاد الدوبليكس هذا المساحة ديالو 113 متر مربع، مساحة توتال. لتحت كاين فيه 49 متر مربع، والفوق كاين فيه 64 متر مربع. هاد الدوبليكس هذا فيه ثلاثة ديال البيوت، صالون، ثلاثة د الحمامات ومطبخ. كما كتشوفوا الدخلة هنايا كاين واحد الحمام، على يدنا د اليمين كاين واحد الشومبر فيها واحد البلاكار صغير ام دي اف، عندو الشرجم على لافاساد، واحد الفينيسيو ممتازة كاينه في هاد الدوبليكسات هادو في حي المطار في الناظور الجديد. هنا كاين المطبخ، حتى هو عنده جوج ديال الشراجم على لافاساد. هذا هو المطبخ كما كتشوفوا، طبيعه الحال النوعيه ديال الرخام اللي كاين فوق البوطاجين جالاكسي. الكارلاج اللي كاين في هاد الدوبليكس هذا كارلاج سانيتير، شراجم الومنيوم نوعيه ممتازه، لي ريدو الكتريك. هنا الشومبر الثانيه نفس الشيء، شراجم على لافاساد، يعني لتحت كلشي على لافاساد، سواء المطبخ سواء البيوت بجوج. هنا كاين الحمام. بالنسبه لهاد الدوبليكس جاي فواحد الموقع مزيان في حي المطار، قريب على جميع المرافق، بلاصه كالم، قريبة على المواصلات، وسائل النقل، قريبة على المتاجر، على المقاهي، على المحل التجاري كما قلنا، فارماسيان، كل شيء كاين حداها، المسجد كاين حداها. والله الحمامات كما كتشوفوا فينيسيون اوتستاندينغ، اخر ما كاين، شي حاجه مزيانه بزاف. الحمام اللي الفوق كبير على هذا، غادي نشوفهم دابا. شوف هنا كاين واحد السيجور اللي كبير. دابا السيجور كنعرفوا انه الاغلبيه ما بقاش شحال هادي كيكون وسط الدار وصافي خاوي، دابا ولا كيتفرج كيتستغل حتى هو، اكثر هي الا كان السيجور كبير. دوبليكس ديز فيه لانستالاسيون ديال كليماتيزاسيون سونترال في البيوت والصالونات، لانستالاسيون ديال الانترنيت وحتى ديال التلفازه. الدروج طالعين بالرخام كما كتشوفوا، باسامانو بالإينوكس والعود، فينيسيون عالية الجودة، ديكوراسيون رائعة كاينة في الدوبليكس. هنايا الفوق على يدنا د اليمين في الدخلة كنلقاو حمام، وكاين البيت وكاين الصالون. البيت والصالون نفس الشيء، شراجم على لافاساد، يعني كاع البيوت اللي كاينين في هاد الدوبليكس ولا الصالون ولا المطبخ كلشي شراجم على لافاساد، ما كاينش شراجم لداخل، على لافاساد كامل، سواء الصالون سواء البيوت. بالنسبه للناس اللي مهتمين بالعرض ديال الدوبليكس هذا، ما عليكم الا تتصلوا بنا بالرقم اللي كاين في اسفل الشاشه. هنايا كما كتشوفوا في البيت الثالث، البيت كبير عنده جوج شراجم على لافاساد، بلاكار ام دي اف ديال ثلاثة ديال البيبان، داي الحيط كامل، البيبان أونبورتي من على برا، بيبان كبارين، كاع لي ماتريال اللي مخدوم بيهم دوبليكس بروميير شوا أونبورتي من على برا، البيبان ماشي هادوك اللي حاضرين هابطين، يعني البيبان عاليين. هنا الصالون، صباغة نوعية ممتازة، الصالون عنده جوج ديال الشراجم على لافاساد. اللي مهتم كما قلنا يتصل بينا على الرقم اللي كاين في اسفل الشاشه، ولا يزورنا لاجونس ديالنا كاينه في حي النعناع اقامه ايمن في الريتشوسي مدينه الناظور. بالنسبه للثمن، اللي بغى يستفسر على الثمن ديال هاد الدوبليكس يتصل على نفس الرقم. كنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله بحول الله.